عقدت البعثة الطبية المصرية اجتماعا لوضع خطة التأمين الطبي خلال تفويج ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين إلى مناطق المشاعر وخلال تواجدهم بها لأداء الفريضة. وأتي ذلك بهدف توفير الخدمات العلاجية والوقائية بالمخيمات ووجود الفرق الطبية بمستشفيات المشاعر لمتابعة الحالات المرضية الطارئة بها. في إطار العمل على توفير الخدمات العلاجية والوقائية خلال أداء ضيوف الرحمن فريضة الحج بمناطق المشاعر، كان اجتماع البعثة الطبية المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لخطة توفير سبل الراحة والأمان للحجاج من خلال الخدمات العلاجية والوقائية لهم أثناء تفويجهم ووقوفهم بالمشاعر. وفرنا عيادات طبية مجهزة في عرفات وفي منى، وتم توفير أدوية فيها وتوفير فرق من الطب الوقائي لتوعية الحجيج المصريين بالمخيمات بتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، وتوعية الحجيج لتجنب الإصابة بضربات الشمس، وتوفير فرق للمرور على المستشفيات بعرفة ومنى على للمرضى المصابين المصريين اللي بيكونوا محجوزين فيها أثناء تأدية المناسك. وبيتزامن مع ذلك تنسيق دائم ومستمر مع السلطات الصحية السعودية لضمان تصعيد المرضى المصريين المحجوزين بالمستشفيات السعودية لأداء مناسكهم بعرفات بمشيئة الله، وهيتم ده بإذن الله عن طريق تصعيد الحالات اللي حالاتهم بتسمح بسيارات إسعاف مجهزة بفرق طبية على صعيد عرفة، وكذلك بصات مجهزة بفرق طبية للحالات التي تسمح حالتها بذلك. كما تواصل عيادات البعثة الطبية عملها على مدار الساعة لتوفير الخدمات العلاجية والدوائية لضيوف الرحمن. ما شاء الله السنة دي يعني غفيرة جدا وكتيرة جدا. معظم الحالات اللي جاية لنا هي عبارة عن آلام في العضلات وإجهاد عضلي وبعض الآلام في العظام نتيجة المجهود بتاع العمرة والمشي أثناء المناسك. غير كده في بس تعرض لبعض التقلبات الجوية، ففي حلقات بسيطة من احتقان الحلق، بس دي معظم الحالات يعني. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين لما يقدم لهم من خدمات علاجية ووقائية مجودة. عندي احتقان هنا في زوري، وعندي في الانف برضو مشكله عندي كده برد يعني. قال لي طب انت ما ابعد عن التكييف خالص، وكتب لي دواء للكحه ودواء للبرد. عندي احتقان في الزور، وجيت هنا قبل كده، والبعثه المصريه يعني مش قادر اقول لك يعني، ربنا يبارك لهم في اللي هم بيعملوه كله يعني. رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل البعثة الطبية المصرية سواء على المستوى الطبي او الوقائي لتوفير خدمات صحية ضيوف الرحمن تصل لمستوى الرقي. محمد حلمي، التلفزيون المصري.